التواجد ديالنا جينا حيت داروا لنا تكريم الاشكاين وفرحنا بزاف وشرف لينا حيت كرمونا فنانين اللي هما تنعتبروهم اساسيده ديالنا وجات معايا لينا حيت ديما معايا وانا ديما معاها. يلا قولي كنكون كيف تقولها very proud and مفتخرة و yeah ضروري كتفرح واحد yeah في شكل واحد إحساس في شكل and yeah just very proud. شنو التغيير اللي وقع؟ غلاضيت؟ التغيير واشوف شادي نقول لك انا هو انا و حتى هي تنظن بقات كما كانت قبل ما نتلاقاو حيت انا الا بغيتها ولا هي بغاتني ماشي باش واحد يبدل الاخر. التغيير اللي وقع انني تنحس براسي مرتاح فرحان تتحس بانك كاين شي واحد اللي ديما معاك ومساندك تقدر تعاود اي حاجه تكون تلقائي ما غادي تصنع ما حتى شي حاجه واخا حنا اصلا زعما مع كل شيء رحنا تلقائيين ولكن ترتاح حتى تلقى اللي غادي يسمع لك في اي وقيته. كجميع لي كوبل كاين ولا بودة نقاشات كاين شويه ديال الصداع وكل شيء ولكن داكشي ما تيطولش في الوقت يعني دغيا تنصالحوا حيت تنتوحشوا عاوتاني بعضياتنا وحنا زعما في حياتنا ما كاين هي الضحك المود ديال الضحك فهمتي تضحكني هي بزاف وانا تنضحكها بزاف. ودابا زادت عندنا بنيتها اللي في عمرها دابا تقريبا 5 شهور يعني هادشي زاد ربنا يعني بلو سوليد ككوبل يعني تنحسوا بان الحب اللي بيناتنا النتيجه ديالو واحد روح واحد البنيته اللي ملي تشوفها كل صباح تتفرح وتتحمد الله على هادشي اللي وقع وهذا ما كان ياك نتي شنو تبدل فيك؟ شنو تبدل؟ صراحة كل شيء تبدل. أول حاجة حيت أصلا أنا سكنت جيت سكون في المغرب باش تزوج and شنو تبدل؟ شنو تبدل في حياتي؟ يا ملي جات إنايا بنتنا ضروري تبدل بزاف ديال الحاجات حيت كتجي لك responsibility و دابا خصني نكون مام صديق شي تبدلت بزاف ضروري ولكن شنو بدلت really in my life في حياتي في حياتك انه ما نعرف هادشي اللي قلتي كامل yeah. كل شيء تبدل في الحقيقة كل شيء تبدل احسن حيت for me تبدلت بزاف حيت اصلا انا جيت سكنت هنايا so شي بدلتي البلاد بدلتي كل شيء ولينا عجبك الحال؟ يا ضروري شوية معك شوية لا ما خبيناش علاقتنا احنا يعني ما دوزناش بزاف ديال الوقت عاد تزوجنا ولا سميتو مع تلاقينا مع تزوجنا مع كل شيء به فيه يعني ما طولناش زعما عاد تزوجنا داكشي اللي كاين لا نهائيا ملي تلاقيتها انا ما كنتش نفكر في الزواج ولا ملي تلاقيتها هذاك الشيء سبحان الله حسيت بشي حاجه ما عمري حسيت بها قلتها لها شحال ديال الوقت باش قلت لك خصني نتزوج بك ولا بوتا هو قال النهار الجوج اللي هضرنا قال انا غادي نتزوج بك نهار ثاني قلت لها انت غادي نتزوج بك واحد النهار وصافي داز واحد شويه ديال الوقت و تزوجنا ملي قال لي انا غادي نتزوج بك سحب لي هي تفلا ولا كيضحك عليا حيت يا علاش يتزوج بي انا سو في الاول خليته هيداك وزيدنا كنهضروا ومن بعد قلت له اوكي الا بغيتي تتزوج دابا صح هضر مع بابا ديالي بزاف ديال الحوايج صراحه انا عجبني اول حاجه الجو ديال المغرب
حيت في هولندا ما كاينش هاد الشمس وكل شيء، وبنادم حسن هنايا كيكونوا فرحانين و كيقولوا very open، فهمتي في هولندا كل شيء شويه معصب. وما عرفتش انا جاتني ملي كنت صغيره انا كنقول انا غادي نسكن في المغرب وهذا الشيء اللي وقعت بصح. مش عندي مشكله انا زعما تنامن بهذه الفكره ديالي، لا واخا تجوزتي كل واحد كانت عنده واحد الحياه قبل وعنده شي حوايج تيبغيهم وشي يعجبوه، نحترموا بعضياتنا تنحترموا اختيارات ديال كل واحد. بحال هي جات وغادي تقول لي لا ما بغيتكش تبقى دير راب ولا ما بغيتكش دير هذه ولا هذه، يعني ما تنلزموش على بعضياتنا القانه ديال الاخر، انا ما عجبانيش هذه اذا ما ديرهاش لا. وحتى الا كانت شي حاجه اللي زعما ما عجبانيش ولا شي حاجه تنهضروا، وهي بحال هكا عاوتاني ما تعجبهاش شي حاجه مثلا غادي نهضروا وغادي نتفاهموا عليها عادي جدا، وهي فوالا يعني عادي تيجي لك شي حاجه. كاين غيره شويه ولكن انت الغيره ولا بد الغيره ولكن بالعقل، ماشي يعني تكون منوي ولا بارانويا ولا سميتو غير الى يعني شي واحد مثلا شاف فيها شي شوفه ماشي هذيك، الى شي واحد مثلا قال شي هضره ماشي هي هذيك ولا سميتو، يعني ماشي داك الغيره ديال الحماق ما كاينش داك الشيء ديال زعما ما عقلتش انا زعما على شي بلانطرا الناس زعما بسبب الغيره ولا شي حاجه، تنغيروا على بعضياتنا نورمال حتى نبغيو بعضياتنا، ولكن تنحترموا بعضياتنا، يعني ما عمر وقعت شي حاجه اللي تخلينا زعما نوصلوا لشي شي ستونات ماشي هما هذو. او ما كاينينش شي هوا تبارك الله، تندخل من الخدمه تنلقى الفطور واجد بزاف، شي هوا ديال هولندا شي هوا ديال المغرب. ايا غلط شوف تبارك الله، راه حاط المخده باش ما تبانش المخده الاخرى اللي عندي في كرشي. اش غادي نقول لك، يا دابا تتعلم الطياب تصاوب شي حوايج اللي تيعجبوها واللي تيعجبوني، اكتشفت معها الماكله ديال لي بلا ديال هولندا وكل شيء، ومرأة تنطيب انا مثلا اللي ما عنديش المشكل. هادشي اللي بغاك خصني نتعلم في المغرب نطيب، ونطيب داك الشيء ديال المغرب. يا حريره ما كنعرف شنو نو الوكلة اللي تعجبني واللي تتصاوب لينا ساندويتش ساندويتش. لا تتصاوب واحد البلا عندهم تياكلوه بزاف في هولندا على ما فهمت، بحال قلت شي لا بوغي ياك ديال البطاطا مع لي اللوبيا الخضراء وداكشي كامل مخلط مع بعضياتو وشي ستيك ديال اللحم مزيان، فوالا هذا البلا هذا تيعجبني، ولكن انا كي قلت لك هذاك الشيء هادشي الله يرضي عليك هيلتي او سامبل. هي الايجابي في الحقيقه فهمتي، حتى داك الشيء ديال نوض بالليل باش تبدل الخروق ولا باش تصاوب لها الحليب ولا سميتي يعني عادي، والحمد لله عندنا واحد البنيته اللي ظريفه ما فيهاش زعما البكا بزاف ولا تنعسو تتنعس تنفيق وعاد تتفيق. ايجابي هو انا كي قلت لك كاين واحد المسؤوليه نورمال تقول انا دابا مبقيتش ديال راسي عندي واحد المسؤوليه، يعني هاد البنيته هادي خصني نكبرها في واحد لونفيرونمون اللي هو زوين، نحاول ندوز لها كاع داك الشيء الزوين اللي تعلمت وتكبر فواحد لونفيرونمون اللي هو زوين ومالي بالحب، هذا هو المهم بالنسبه لينا. في الاول كانت تشبه لي بزاف حاتم جوج حاتم ثاني حاتم ثاني كنا تنعيطوا لها حاتمه، ودابا حاليا بداو تيبانوا فيها ملامح ديال ماما، مي اللي تيشوفها تيقول تتشبه لكم بجوج، المهم هي خصها تشبه لراسها هادشي اللي بغينا.
دابا اش تبان لك اكثر في الحقيقه؟ هادي لا بارطاجات هي شي ستوري مثلا انا غاديين مسافرين ولا شي حاجه، ولكن داكشي شوف بحدود، فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ ما داكشي ما تبارطاجيو زعما اي حاجه ولا سميتو، داكشي اللي هو زوين ونبغيو نبارطاجيوه مع الناس اللي متبعين لي ولا متبعينا، ولكن داكشي زعما بعقلو صافي ما كاينش شرك. قبل ما جمعنا الموسيقى جمعنا الصحبة والأخوة، احنا عائلة. هاد الوقيته اللي داز ديال كوفيد كانت القضية شوية صعيبة، ما قدروش نجمعوا كل شيء، ولكن دابا عوالين نمشيو للستوديو إن شاء الله باش نوجدوا الجديد. كاين الجديد عيد مبارك سعيد، وشكرا شكرا بزاف حيت كتعطوني بزاف ديال الحب، داكشي كتفرحني بزاف، سو يا انا كنبغيكم بزاف. كلمه اخيره، شكرا لكم نتوما، شكرا للناس اللي تفرجوا فينا، شكرا لاي واحد تيبغينا، وعيد مبارك سعيد، شكرا لكم. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.